على مدار عام من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، دمر الجيش الإسرائيلي المحال والأسواق التجارية في كافة محافظات القطاع، لكن الغالبية العظمى من أصحاب هذه المحلات قرر النهوض من تحت الركام وإنشاء بسطات بأقل الإمكانيات من أجل إعادة العمل وتوفير لقمة العيش له ولعائلته، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع. احنا كنا في غزة وهدول أقاربي وأصدقائي كان لهم بسطات ومحلات في غزة، شايف كيف اتدمرت، ولما اجوا نزحوا هنا في خان يونس ومن قبلها في رفح ورجعوا لخان يونس، صرفوا جميع أموالهم وبيحاولوا يكسبوا لقمة عيشهم عشان ياكلوا ويطعموا أولادهم، فرجعوا يمارسوا المهنة اللي كانوا بيمارسوها في غزة بأشياء بسيطة جدا وفروها عشان يقدروا يعملوا شوية حلويات بسيطة غير مكلفة ياكلوا هم ويطعموا أولادهم وراء هذه المهنة. بقيت يعني تاجر طحين قبل هيك، واليوم يعني الواحد دوب يجيب لقمة عيشه، يعني فتحت بسطة خضرة على سبة إني أوفر لقمة عيش للبيت، ويعني هذا الأمور صعبة جدا، والاحتلال دمر كتير أشياء عنا لا في بيئة ولا في حاجة، الحركة ضعيفة والناس ما حاش مصاري والوضع صعب جدا عنا، يعني بنضطر نبيع الشغل برأس مالها عشان نقدر نبيع البضاعة ما تبيتش، والناس صعب جدا أمورها، يعني تيجي تقول للناس البندورة بخمسة وعشرين، طب فيه البندورة بخمسة وعشرين مين بده يقدر يشتريها؟ رغم الدمار الكبير الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وخاصة في تدميره للمنشآت الاقتصادية والتجارية، يحاول الفلسطينيون النهوض من تحت الركام وممارسة عملهم من جديد، متحديين كافة الأزمات التي فرضتها عليهم الحرب الإسرائيلية. من غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، عامر الفررة، اليوم قطاع غزة.